Hello. مساء الخير. أنا بس أتمنى الكل يسمعني عشان في صوت كتير. أنا بعتذر طبعا عن طلبي، بس عشان المكتوب مش محتاج إنه يتسمع، محتاج إنه يتشاف. إحنا سمعنا كتير إن السيد المسيح قام، ما شفناهوش عشان مش بنتأمل الأحداث. كتير مننا مش عايشينها، وأنا أول. يا بخت اللي شاف المسيح وشاف القيامة. بعتذر لطلبي للمرة التانية. في صوت لسه في القاعة. شباب، سامعيني كويس؟ يا خريستوس أنستي. لو عايزيني أبدأ يا ريت أنا بركز أكتر لما مش بسمع صوت. صدقوني محتاج إن أنتوا تشوفوا اللي هيتقال مش تسمعوه. حسيت بإيه لما قام؟ إداك سلام؟ حسيت معاه إنه فديك؟ حسيته دفع الغالي فيك؟ ولا كل ده كلام؟ تمثيلية للقيامة؟ قداس جميل والتناول كان تمام. طب اقول لكم ايه؟ ما تيجوا نفتكر الصوت. بعتذر لطلبي للمرة التالتة عشان ما اقفش تاني. الصوت، في صوت عند الباب والجزء اللي ورا، ويا ريت اللي ماسك النور ورا يطفيه. شكرا. بس مش عندي انا كده، مش هشوف. شكرا. ممكن يعني. كده انت خليت الصوت يرجع كله تاني. معلش يا جماعه. نسمع؟ حسيت بإيه لما قام؟ إداك سلام؟ حسيت معاه إنه فديك؟ حسيته دفع الغالي فيك؟ ولا كله كان كلام؟ تمثيلية القيامة؟ قداس جميل؟ والتناول كان تمام؟ طب ما تيجوا نفتكر. كنا خطاة، كل واحد منا تاه، مشي طريق خطيته اللي منتهاه، والنهاية كانت دمار، كانت جحيم، بحر نار، والشيطان شهوة قلوبنا كانت معاه، واحنا زي شعب موسى للأسف عملنا عيب وعبدناه والكل تاه. ايه العمل؟ فين الأمل؟ موسى تاني ولوحين شريعة يستلمهم لما يطلع على الجبل؟ الوقت فات والجحيم فيه أبرية وصوت أهات والموت مصير، حكم وحكمه ملوش ضمير، عايز ذبيح، عايز ذبيح عشان يحرر الولاد.
عايز مسيح يموت عشان كل العباد. وجه يسوع، وجه يسوع أخذ طبيعة الضعف مني. جه يسوع أخذ طبيعة الضعف مني، قرر يموت لأنه قرر يموت لأنه حبني غصب عني. جه يسوع، جه يسوع أخذ طبيعة الضعف مني، قرر يموت لأنه حبني غصب عني. ولما جالي، ولما جالي اخترت اني ما اختاروش. ولما جت لحظه حياتي جوه موته ما نصفتوش، عملت اني ما اعرفوش. ايوه ايوه، طريقه للصليب كان بخيانتي ليه مفروش. لازم تحس، لازم تحس ان صلبه غيرك، لازم تحس ان صلبه غيرك، لازم تحس ان صليبه زي ما وجعك فكرك، ان الحرب كانت في ايدينا. المسمار مدموع بايدينا، اكليل الشوك مجدول بايدينا. ايوه ايوه، صليبه كان بايدينا. ومات يسوع، ومات يسوع لاجلنا، لاجل الولاد. ولما حرر العباد وما عادش خلاص للموت سلطان، قام يسوع من الموت فرحان. طب لما قام حسيت بدورك كنت مين؟ لما قام حسيت بدورك كنت مين؟ كنت بطرس اللي ياما انكره، ولا يهوذا اللي باعه وبالفضة قدره؟ طب لما قام جريت منه ولا عليه؟ نسأل تاني، لما قام جريت منه ولا عليه؟ شفت عشانك حصل له ايه؟ شفت حبك قد ايه؟ شفته كان فاتح ايديه؟ طب بكيت بفرح لما قام؟ ولا كل ده كلام؟ كنيستنا، كنيستنا قالت اليوم ده لينا هيبقى عيد. كنيستنا قالت اليوم ده لينا هيبقى عيد. كل سنة راح نفتكر مسيح عشاننا مات وقام منتصر، مسيح عشاننا مات وقام منتصر. افتكرنا قصته، وجعتنا محبته. طب نسأل سؤال، نشوف طريقنا هو هو سكته؟ بس محدش يزعل من السؤال. كنيستنا قالت اليوم ده عيد. نسمع السؤال، كنيستنا قالت اليوم ده عيد. كلام تمام.
عملت ايه؟ عملت ايه يقول ده عيد وانه ايه؟ اقول لكم كلام كبير طبعا. اساسي واهم حاجه الجوافير، طقم خطير، واكل كان وحشنا كتير. عيب تاني محدش يزعل. عملت ايه يقول ده عيب وانه ايه؟ اقول لكم كلام كبير طبعا. اساسي واهم حاجه الكوافير، طقم خطير، واكل كان وحشنا كتير. طب وانت قول لي عملت ايه؟ مشاوير كتير. طب وحبه اللي حبه لينا؟ طب ودمه اللي سال علينا مش هو قال؟ كله تمام. بلاش يا سيدي. قبل القيامة، قبل القيامة كرهت أخوك، خصمت أبوك، زعقت في أمك واللي جابوك. قبل القيامة، قبل القيامة زنيت، سرقت، كذبت، شتمت، بعت ناس وناس باعوك. صوت أقولها تاني لضحكتكم؟ بلاش. بلاش يا سيدي. قبل القيامة، قبل قيامته كرهت أخوك، خصمت أبوك، زعقت في أمك واللي جابوك. قبل القيامة زنيت، سرقت، كذبت، شتمت. قبل قيامته بعت ناس وناس باعوك. قبل القيامة الأبلسة كانت تفوق. طب بعدها لما قام حررك الأبلسة خلاص سابوك؟ حسيته قام؟ طب على فكرة هو قام، لكن انت تبت، قصدي قمت. اعرف منين انه قام؟ انا اعرف منين انه قام؟ لما انت تبقى هو تاني. اعرف منين انه قام؟ لما انت تبقى هو مش اله بس غافل للخطاب، تكون محبة، تكون حياة. اشوفه قام لما تحضن اي قلب في يوم أذيته، لما تشفي أي جرح في يوم كويته. أشوفه قام لما تقوم قيامته فيك. وعلى فكرة
هو لسه مستنيك عشان تخلي حزن فرح، عشان تخلي الحزن فرح، عشان معاه هو بس هنعيشها صح. شكرا.